بهذا الفيديو مبين كيف سرقت المعلومات بوضوح. هالفيديو بيكفي لنقدم شكوى ما؟ ايه اكيد. ممتاز، بلش بالإجراءات لك. طيب مثل ما بدك. مع السلامة أمير. أهلين. أنا رح روح اتصل بجان، وتعالوا في حكي ضروري لكم. يا أمي ما تنطري على الفاضي، ما رح يجي. قل له إنه الموضوع مهم أمير، أمك بدها تخبرك شي. يا أمي أعطوا حالكم شوية وقت، القصة لساتها جديدة، خلينا رايقين شوي. نحن ضيعنا وقت كتير لحد هلأ. قلت لك جيب أخوك وتعالوا على البيت، بعد ساعتين بدي أشوفكم. يلا شباب. شو يا شباب؟ انتوا جاهزين؟ جاهزين؟ يلا خد هدول. ليكو اجا 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 صار هون. جهزوا حالكم. صباح الخير يا شباب، كيفكم؟ صباح الخير. شو الظاهر، في اجتماع وما حدا مخبرني عنه؟ صباح الخير حبيبي. فينا نحكي شوي بخصوص شيء ضروري؟ طبعا فيكي، بس لا تعصب واسمعني للأخير ماشي؟ قلت لك مبارح أني عم حضر لك مفاجأة. أنا حكيت مع مستر ماكينين مبارح وطلبت منه يعطينا فرصة. كيف يعني؟ وهو قبل أنه يعطينا إياها بشرط أنه جهز له حملة جديدة، بس المهم أنه تخلص خلال 24 ساعة. ونحن طبعا عملنا الشيء اللي بده إياه. دارين؟ أنا قلت لها تجي معنا. كنت بدي أحكي أنا وياكي. جان خلينا نفرجيك الإعلان يلي عملناه أول شيء، لأنه هلأ مو وقت الحكي أبداً. أنا والشباب تمنينا إنه ماكينين يعطينا فرصة جديدة لنقدم العرض، وجهزنا حملة جديدة مشان ريد مود بليلة واحدة. أي صح، منيح لك، كان خلينا نشوفها. يلا فوراً. أنا كتير متوترة. يلا لهون. قلي هلأ شو رأيك؟ شو رأيك؟ الحقيقة انتو حطمتوا الرقم القياسي. برافو. حلو. والحملة كتير منيحة. يعني منورجيها ولا شو؟ أكيد، بما أنه عطانا فرصة تانية رح نفرجيها. كتير حلو. كنت واثقة أنه رح يعجبك. اشتغلتوا شغل كتير ممتاز يا شباب، وكان العرض كتير حلو. بشكركم من كل قلبي على جهدكم. إذا قبل ماكينين وعجبتوا هاي الحملة الجديدة، ساعتها الشغل الحقيقي رح يبلش. لهيك لازم نكون منتبهين وما نغلط أي غلط. أما إذا ما قبل الحملة فرح يكون هو الخسران الوحيد، لأنه ما رح يلاقي مثلكم. نحن عنا لسه كتير شغل ولازم نشتغله. يعني اتصل أنا بماكينين؟ طبعاً اتصلي فوراً. يلا بابا. فيكي شي ريهام؟ بقلين خانو؟ شو قلتي؟ خير؟ سلام. أهلين. أهلين فيك. ألف صحة ريهان، شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ عقلبك الله يسلمك. أنا منيحة الحمد لله، ما شاء الله علي. أنا حاسة أني منيحة نفسياً وجسدياً. طيب عليك العافية. يمكن تحسست من شي بالجو. خلينا نفوت لجوا. جي جي. فعلاً شكلك تحسستي من الجو. صحة.
روح الله يحمل معي روح. شو يلي صار؟ ليش جايبوا لينخانهم لعنا؟ يمكن اجت لحتى ترجع لحبيبها. بص لا تحكي بشي ما بتفهمي فيه. تعرفي شو عم تخبصي انت؟ خلص اهدي ما رح يصير شي. ريهام تعالوا عم توجعيني. ريهام ريهام انتبهي كيف ماسكتيني. شو صار لك ريهام؟ ممكن تتركيني عم توجعيني؟ امشي. لك وجعتيني. يلا امشي لشوف. والله يا بولين كتير تفاجأت لما شفتك هون. أنا بعرف أنت بلندن بس عطول بتعملي هيك بتفاجئيني. عندي شغل إلي شي أسبوع هون وكنت قريبة من الوكالة فقلت لحالي بمر بسلم عليك. أهلا وسهلا فيكي شرفتي. بس مثل ما شفتي نحن مشغولين بالحملات هلأ. شو عم تعملي أنت؟ ما في شي جديد مثل ما أنا عايشة حياتي بهدوء وراحة وترتيب ورواء كله تمام يعني. حلو ممتاز والله طمنتيني. شو جاب هاي لهون هلا؟ ما كفته المفاجأة اللي شافها اجت تعمل له مفاجأة تانية. كيف يعني؟ قصدي انه نحن الشباب الحماس والنشاط بدمنا عم يمشوا لهيك منحب المفاجآت على طول خاصة اذا فيها شيء حلو. حضراتكم متحمسين وانا رح موت من التوتر اللي عامله هالحماس. لا تقولي هيك. شو هالحكي؟ بلا هالكلمة هي. شو عم تقول له لجان؟ ما بعرف. ما عم بقدر استنتج من حركة شفافة لأنه وشها مو موجه لعنا، يعني شفافة مو مبينين علي وما بعرف شو عم تقول له هلا وما حدا رح يقدر يعرف أبدا. برافو شايفين جان شو عامل؟ تارك مسافة منيحة بيناتهم شايفين؟ شي مترين ثلاثة ولا صح؟ متر ونص. ريهام روحي اطلبي كاسة شاي بالليمو. هلأ مو وقتها. طيب ماشي خلص روقي. يسلموا ايديكي. شكرا. شكرا إليك. صحي جان في عرض جديد بدار الأوبرا شفته الأسبوع الماضي كان بجنن. اسمه ملكة البستوني. ملكة البستوني لتشايكوفسكي أنا كتير بحبه. بعرف. عفوا. ايه مراد ألوان الصفحة الرابعة من حملة تريد مود مو ظابطين. شيكوا عليها يمكن في شي غلط وحاولوا تصححوها. تمام لكن تأكدوا خبروني. ايه بعتذر بس كتير مشغول اليوم. ولا يهمك. شو في عندك أخبار؟ صراحة ما في شي مهم لساتني بعمل نفس الشغلات اللي بتعرفها عني. بالمناسبة كان بدي قلك في وكالة بلندن عم تدور على مصور يكون محترف مشان ياخد صور لوكالتهم. شو رأيك بهالشي؟ تعرفيني بالعادة بتحمس بس هاي الفترة ما عم بقدر أطلع برات البلد لأني كتير مشغول لهيك ما رح أقدر أفكر بالموضوع. مثل ما بدك. أنا صار لازم أمشي وما بدي أعطلك لأنك مشغول كتير. بعتذر بولين بس هالفترة أنا مضغوط. عادي ولا يهمك أصلاً أنا عندي شوية شغل ولازم روح خلصه. أكيد حنلتقي. أكيد بشوفك. شوفك باي. الله معك. ليك جاي حطيت كل شيء بهذا الملف بتلاقيهم هون دوري عليهم. العمى كتير مستفزة. وليش ضحكت بوشك؟ ما بعرف بس على الأغلب عم تحاول تستفزني. هي ضحكت لك قصداً كأنه حابة توصل لك فكرة معينة مو؟ شو بدك بهالحكي؟ ما شفت شو عمل جان؟ شفت كيف تصرف مع الموقف؟ ما عطاها وش أبداً مو واضح معه؟ بلا طبعاً واضح ما عطاها وش أبداً. هذا اللي أنا عم أقوله. ليش هيك عميل؟ ما عطاها وش؟ عن جد غريب مستفزة كتير. واضح إنه نيتها مو تمام أبداً. مزبوط تعابير وشها ما بتطمن. وأنا لاحظت هذا الشيء. ديري بالك منها. ما عجبني وضعها. وحتى أنا ما عجبني وضعها. جان أنا حكيت مع ماكينين من شوي وعم يستنانا الظهر إذا ما عندك شي مشان نروح. طيب دارين شكراً كتير. إيه العفو. دارين تفضل جنبي. أنا بعتذر منك. مو مهم هالشي لا تحط ببالك. شو هالحكي هاد دارين؟ بالعكس هو مهم كتير. هاي الشركة مستحيل تنكر تعبك وأنا بالغت بردة فعلي. عذريني صار علينا كتير تراكم وأنا فشيت خلقي فيكي. بعرف جان أنا غلطت كتير وما بستحق تسامحني وحتى أنا ما عم بقدر سامح نفسي أصلاً بس ما كان عندي نية سيئة ابنه. بعرف أنا ما عندي أي شك بنواياكي. بعرف إنه نيتك صافية. مثل العادة كلامك حلو كتير. شو رأيك ننسى القصة؟ طبعاً أكيد مننساها. تعي أصدقاء مو؟ كل العمر أصدقاء على طول. تمام بما أنه هلأ نسينا كل شيء أنا رايحة مشان نشوف الموظفين. أوكي
حليتوا الموضوع؟ ايه حلينا، وماكينين حكيت معه وقبل انه يشوفنا اليوم، واعتذر جان مني على تصرفه معي كمان. ممتاز. ايه فرحت كتير. ريهام شكرا كتير، بتشكرك من كل قلبي على كل شيء. العفو حبيبتي، العفو دارين، بس العلاقة بيناتكن قوية كتير، وما رح يقبل إنه تترك الشركة. ما هيك؟ بتحبي جيب لك كاسة شاي؟ شاي شوريها، من إمتى بشرب شاي؟ في شغلات ما بغيرها بحياتي، أنا بشرب قهوة. أشعر بدني من هالحكي. شايفة كل شيء ماشي بشكل منيح ما؟ يعني معقول إنه ما يكون كل شيء منيح وأنت موجودة هون؟ أكيد وقت نشتغل كلنا بمحبة الشغل رح ينجح معنا، ما هي؟ أكيد. عطستك قبل شوي حساسية من بولين كانت، ما هي؟ حسيت إنه صار شيء هون مثل ضيق بأنفي أو حساسية. يعني شيء هون؟ إيه بالضبط. أنت عليكي هلا راح؟ رح جرب. راحت الحساسية ما ضل شيء أبدا. الحمد لله على السلامة. شو بدها بولين؟ ولا شيء، كانت مرأة وفاتت تسلم. كانت مرأة من هون؟ ايه اسطنبول ولندن الباب على الباب، عادي تنط وتسلم. ايه تماما، بس لما قلت لها مشغولين فورا راحت. ايه منيح لك. هي ما بتشتغل او عندها شيء يا ترى؟ يعني اكيد بتشتغل. خلص ايمينا من هالموضوع وخبريني هلا، انت عندك شغل شيء؟ قولي لي شو عندك. بصراحة بشتغل بوكالة. حلو، شو هو؟ شوف انا بألف نصوص كتير مهمة، نصوصي إلى قيمتها وممتازة كتير، مشهورة. عن جد؟ طيب اشرحي لي أكثر عن شغلك. في عنا حملة هلأ وعم نجهز لها بهالوقت، يعني مشغولين شوي بهاي الفترة وعم حضر لها. على فكرة كل يوم بكتشف فيك شي جديد ومختلف ومميز وحلو، عطول طفولية وعفوية ولذيذة، شوفك مميزة وبتحبي تتطوري دائما. ومن قبل ما كنت أعجبك؟ لا لا أنا ما قلت هيك شي، أنا بحبك بكل حالاتك، كتير بتعجبيني، يعني بنبسط بس شوفك، ما بعرف يعني شكلك هيك كتير بيعجبني وبيجذبني. أنا شايفك ذكية وقوية وبتعرفي شو لازم تساوي، وبتعرفي تختاري المكان اللي بيناسبك وجريئة. عن جد كل هاد؟ بظن إنه ما عم تسمعوا لأنكم قاعدين وملزقين ببعض لهي الدرجة. أنا راجعة على شغلي. على فكرة مو منتبهين انكم قاعدين بمكان شغل؟ خير شو بدك؟ انا رايحه على الشغل عن اذنكم. انا سمعت انكم مجهزين حمله جديده لماكينين ورايحين لعنده وفرحت كتير. ايه وريهام جهزتها. بتمنى تكون منيحه، بتمنى لكم التوفيق. هاد من ذوقك، انا طالع. بالسلامه ابني. دارين ريهام رح ناخد الشغل ونمشي. يلا. ايه ماشي. جان اللي صار جوا كان عيب مو هيك؟ اكيد امك انزعجت من اللي شافته. ما دخلها باللي بيناتنا بنوب، وتحكي شو ما بدها، لا تشغلي بالك بالموضوع. جان امك ما بتحبني، بحس من نظراتها انها بتكرهني. ايه شو يعني، ما في داعي انه تحبك، انا بحبك وهالشي بكفي. يلا تمام منكمل بعدين. اخد هدول كمان. ايه اكيد. يلا يلا. هلا شوي ومنعرف باي لحظه بيوصل. ها ليكن ريهام، شو طمنينا وافق المستر ماكيني؟ وافق على الحمله. جان شو مشي الحال؟ ايه امير نحن كسبنا ورجعنا اخذنا الشغل. ايه كيف اقتنع منك بعدين؟ المستر ماكينين ما كان حابب انه يترك الشغل معنا، بس بتعرف هو كان معصب وردة فعله كتير طبيعية، وبنفس الوقت ما كان حابب يبين انه استسلم وخسر قدام فابري، لانه هالشي حيأثر على اسمه وشركته، بس كان بحاجة لحدا يقدر يقنعه بالفكرة، ولانه الحملة حلوة كتير فهو قرر انه يكمل. ابني الف مبروك. شكرا. سمعت انك تعبت كتير بهاي الحملة، تستاهل تهنئة خاصة. شكرا لك باسمي واسم رفقاتي نورا خانم. يلا فوتي اقعدي لشوف. تغير لون وشك، انتبهت عليكي كيف تغيرت ملامحك، انت تضايقتي من تعليق نورا مو هيك؟ ايه اكيد.
ما بتطلع علي ابدا من لما اجت لهون وهي عم تتجاهلني دائما. ايه وانا كمان بتتجاهلني ريهام. ما القصه مو هيك اختي، بس هي شافتنا انا وجان وقت كنا بالمكتب تبعه. انا كان لازم انتبه وما حط حالي بهالموقف، والله خجلت. والله معك حق، موقف مثل هذا كتير صعب. بس ليكي، اذا هي بدها تتجاهلك لهذا السبب او لاي سبب تاني فانت كمان تجاهليها ولا تهتمي، ماشي؟ نجاحك بشغلك واضح واصلا الكل هنوكي برا. المهم انت لا تزعلي ابدا. مو مستنيه منا شي بنو، بس فوق هاد كله قصص فابري والمشاكل اللي صارت عم يخلوني عايش بخوف. ليكي الكل حلوا مشاكلهم بالشركه، يعني ما صار دوري؟ رجعنا لنفس المشكله ما؟ ايه رح خبره بكل شيء اليوم المساء. خلص قررت، انا بعرف انه كل مره بقول رح خبره بكل شيء وبعدين بتراجع لاني ما بقدر احكي، بس هالمره انا مصممه لازم يعرف. اكيد رح يفهمني اذا شرحت له الموضوع بطريقه صح ورح يسامحني كمان. مزبوط يا عمري، وهو رح يسامحك اكيد، بعرف رح يتفهمك. هو بيعرف قديش انا بحبه اصلا، مشان هيك وقت احكي له كل شيء بدون ما كذب عليه رح يسامحني ويقتنع كمان. هو بيحبني وما بيزعلني. اسمعي ريهام، حتى لو اللي عم تعمليه غلط انا رح كون وراكي دائما وما رح اتركك، تمام؟ ايه تمام. يلا امشي، خلينا نحتفل مع الكل. شو عندك، ما بدك تطلعي معي لبرا؟ عندي كم شغله اعملهم بخلص وبلحقك. لك شو بده هاد؟ الو، ايه شو بدك زبرجد؟ بتعرف اني بالشركه وفي عندي شغل، قل لي شو في، شو الموضوع؟ ريهام الحقيقي في مشكله كبيره، بترجاكي تعي بسرعة لهون، رح تصير جريمه بمحلكم، عم يتخانقوا عمي وحماتي المستقبليين، حاولت انه امنعهم ما قدرت وهلا مو قادر هدي الوضع بينهم. انت شو عم تقول؟ شو صار؟ فجأة صاروا يتخانقوا ويمكن لأسباب عائلية، ما فهمت. يا الله ما عم صدق، رجعنا للخناق. ليش مالك مصدقة؟ رح سمع كل شيء. خلص لحظة، ما فيك تحكي معي هيك، أنا ماني بنت صغيرة قدامك. والله شو حلو هالحكي، أنت فيك تصرخي بس أنا ما بقدر، مو هيك؟ واللي قدامك كمان ماله ولد صغير، أنا زوجك، فهمتي؟ بعرف إنك زوجي بس أنت ما كيف عم تتخانقوا؟ إذا هالخناقة ما انحلت بسرعة كلنا رح نتحمل النتيجة وراح تأثر علينا، ممكن يأثر الموضوع على زواجي يعني لهي الدرجة. بسرعة تعالي حلي هالمشكلة هي. خلص زبرجة، طيب ليك حاول تهديهم وأنا هلا رح أجي وحل القصة. يا الله أختي. إيه؟ اتصل فيني زبرجد هلا، امي وابي رجعوا اتخانقوا مره ثانيه، انا رح روح، فيكي تجي معي؟ لك يا الله شو هالحكي هادف. طيب خليني ضب هالوراق وبطلع وراكي فورا. من وين طلعت هالقصه جان؟ عفوا انت فاضي ولا لا؟ لا، شو هالسؤال الغريب؟ اذا كان الموضوع بخصك فاكيد بفضي حالي. لا تطلعي على الكركبه اللي قدامي، انا كنت عم رتبهم، كنت عم حضر لمشروع خاص شوي، في شيء بدي اعمله. جان كنت بدي أسألك إذا بقدر أطلع هلأ لأنه أمي وأبي اليوم رجعوا للخناق. ليش هنن إمتى ما كانوا عم يتخانقوا؟ كنت بدي ساعدك بس بعرف أنه أنت حتقليلي هلأ. لا لا شكراً. تماماً هذا قصدي، لهيك ما قلت شيء. أنا وأختي منحل المشكلة. كنت حابة أعرف إذا أنت المسا مشغول، لأنه إذا ما عندك شيء فينا نتقابل. إيه أكيد منتقابل، تصلي فيني لما تكوني جاهزة. ماشي بتصل. ألو جان بيك، مرحبا أنا ميرا من شركة فابري. أهلين ميرا خانو، إذا تليفونك مشان تعملي واسطة فما تعزبي حالك لأنه ما رح تستفيدي. لا أبنو، أنا خلص تركت الشغل مع فابري اليوم. تركت الشغل معه؟ لكن ليش عم تتصلي فيني؟ بصراحة ما بعرف من وين بلش. أنا كنت بدي أقلك أني آسفة كتير عشية اللي عمله فابري، اللي عمله مانو أخلاقي، لهيك أنا قررت أني أطلع وأترك الشغل معه. وكمان في شغلات مهمة كتير حسيت إنه لازم خبرك عنها. شو هي؟ هاي الشغلات صعبة تنحكى على التليفون صدقني، شوفك شوي. طيب تمام، شكراً كتير إلك، رح خبرك بالوقت والمكان ومنتقابل. ماشي، أنا ناطر خبر منك. وأخيراً خلصنا منه. مو معقول، حتى وقت شوفهم هون بتضايق. وأخيراً عم أضحك، هذا يعني اللي بيضحك آخر شيء بيضحك كتير. شو صار اللي انبسطت لهالدرجة؟ مو معقول. مبسوط كتير. رعبتني، ليش هالصيخ كله؟ فكرتك ألين خانم لوريس. هي أنا شبك جيجي طالعة بتشبهي ألين كتير.
قلي بس شلون طلع معك اني انا بشبه لالين؟ لانك لابسه مثله. عن جد بالله لابسه كعب طوله 15 سنتي وحاطه مكياج مثله ومالك مخليه لون. انا اللي بتصوره انه هي اكيد كانت عم تعلمك. شو عم تحكي انت؟ تاخذي مكانها. انا متاكد من هالموضوع. خلص بكفي حكي تافه رح تجنني. اف ورجيني شو عم تشوف. هات اتفرج معك. حبسوا الاثنين. ايه بيستاهلوا لانه ما لازم الواحد يتكبر بهي الحياه. ايه صح. شو بدنا نقول هلا؟ الله يكون بعونهم وبس. حظنا كثير حلو انه خلصنا من الين خانم. بالله ملاحظة مثلي كيف صار في هدوء، راح كل التوتر والجو صاير رواق كمان. حلو كتير الجو بدون وجود ألين. ايه ايه ليك على مهلك. اوعك لوريس. كم مرة قلت لك ما بعرف ساوي قهوة؟ تعال اعملها انت. قبل ما ننسى، إذا جنبك شافهم بيصير مشكلة كبيرة. يلا امسحهم. أنا أمسحهم مو هيك؟ بدي ضل وراكم. ريهام امسحيهم هلأ برجع. أهلين ليلى. شوف ضبطهم. جيجي هدول اللي قلت لي انه غمقون. اختي انا رايحه على مكتبي. تمام. اه يلا موفقه. صباح الخير جارتنا. صباح الخير جيجي. ريهام شبك شكلك مو عاجبني ابدا. عادي ما في شي بنوب. انا من اليوم حكون لحالي. خلص جان رايح. كيف يعني جان رايح؟ شو الموضوع؟ خلص قلت لك هو رايح. بده يروح. لوين بده يروح وكيف بده يروح؟ فهميني شو اللي صار. ما بعرف بس هو قرر يتركني ويروح. شلون صار هذا الشيء؟ يلا ريهام شبك احكي بسرعه. ليش هيك عم تقولي الحكي بالتقصير؟ عارف انه عطيت العطر تبعي لفابري وقال لي اني صرت مثل الكل بالنسبه له. اكيد هو ما كان قاصد بس يمكن لانه كان متضايق قام حكى هالجمله. رحت شوفه لقيته هو وبولين سوا. متأكدة إنه اللي كانت هي بولين؟ طيب يمكن تكوني خربطتي وشايفة حدا تاني عنده بس فكرتيها بولين مثلا. لسه ما أجا جان؟ لا ما أجا لسه. ها شفت كيف؟ لا مو معقول مستحيل ما بيعمل هالشي. إذا راح حيرجع فورا. هو ما بيتركنا. إيه لا تشغلي بالك بهالموضوع. يعني إذا راح فهو رح يرجع أكيد. هو مجبر يجي على الشركة لأنه هو المدير ولازم يضل يجي بس يمكن بده يرتاح ولهالسبب تأخر اليوم. يعني بالآخر مضطر يرجع. أنا متأكد من هالشي رح يجي. بدي أطلب منك طلب إذا ممكن. تفضلي. أنا بدي إياك تساعدني بموضوع أكيد. مهم. أكيد قليلي وأنا بساعدك فوراً ريهام. بدي مكان بالشركة يكون هادي. هادي؟ ما بدي حدا يشوفني أبداً. بدي أبكي لحالي فيه. تبكي؟ غرفة الأرشيف ما حدا بيشوفك فيها. فيكي تبكي هنيك قد ما بدك. تمام رح روح لك. طيب روحي بس لا تبكي كتير. إيه خلص. يلا روحي ابكي بهدوءها. صباح الخير ماما. هاتي عنك. أمير بيك. ليلى فينا نحكي شوي؟ أكيد عادي. ليش واقفة؟ لا ما في داعي إني أقعد. أصلا ما كتير بدي طول. وأنا بدي أحكي معك ألين اليوم. أنا إجيت أحكي عن ريهام وجان. أمير بيك عن جد؟ إيه عن جد. ريهام زعلانة. جان متضايق منه كتير لأنه عطت العطر لفابري وهو الحق معه. ما حدا بيلومه بس أنت بتعرف منيح ليش ريهام اضطرت أنه تعمل هيك. بسبب الحب. هي بتحبه كتير. ايه صح كتير بتحبه بس يمكن تكون خيبت له أمله. بقصد جان بيك وهي حاولت أكتر من مرة تقله الحقيقة وأنت بتعرف قديش تعذبت لأنك كانت حاسة بالذنب وخايفة أنه تخسره. ايه كتير تعذبت بس الواحد أحياناً بيكون مجبور. فيك تساعد ريهام أمير بيك لو سمحت. لازم يضلوا سوا لأنهم بيستاهلوا السعادة. وأنت كمان ليلى ما بتستاهلي سعادة مثلهم؟ أنا مبسوطة ومنيحة. لو سمحت ساعد أختي لو سمحت وبعدك ما أطلب شي غيره. تمام. شكراً أمير بيك. بالمناسبة ليلى سألتك سؤال من كم يوم لأنك فكرتي إنه أنا وقلين لسه مع بعض لهيك قبلتي بعثمان؟ لا لأنه أنا وياك من مستوى مختلف. أنا وياك مانا مناسبين لبعض.
مو مناسبين لكان. خدي شكرا. العفو. يعطيكم العافية. وين ملصقات مواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش ما لقيتهم بمكتبي اليوم؟ مو قاعدة على مكتبك، كيف رح تشوفيهم وانت كل النهار عم تفتلي بين الموظفين؟ سكوت بكفي. كلامها مو منطقي، أنا غلطان يعني لوريس؟ فهميني، ما معي حق قول هالشي. طيب معك حق يا جيجي، بس سكوت لا تصرخ هلا. طيب بس معي حل. حلو بس ليش تأخرتوا هالقد؟ ريهام شو بكيتي؟ صار معك شيء؟ احكي يلا. حلو وشك وانتي مبتسمة، فرجيني وشك لشوف. لا مبين ما عم تبكي، ما في شيء. انا لا ما عم ابكي. جان اجا ولا لسه؟ لا جان بيك لسه ما اجا لهلا، بس رح يجي. ليكي انا بالعادة بحكي الصدق وما بكذب عليك بشي، مزبوط؟ عم قول هلا بيجي وثقي فيني. خلاص بكره بتعود، صار الموضوع عادي. لا ما رح تتعودي. لا بتعود. طيب خلص بس لا تعصبي مني. طيب لو عطيتوني هالملصقات بالوقت المناسب ما كانت تلفت اعصابي وخليتوني اعصب هيك. على فكره لهلا ما عرفت شو صار بنماذج اغاني ريد مود، شو صار مع الفريق اللي بيغني بمواقف السيارات؟ اتصلتوا فيهم ولا لسه؟ مواقف السيارات؟ بسرعه يلا. اي مواقف سيارات؟ والله ما بعرف، ما عم اتذكر. مو معقول هذا الشغل، ما حدا فيكن عم يشتغل هون؟ اذا ما بدكن تشتغلوا لشو جايين على الوكاله؟ لحتى تقعدوا وتتسلوا؟ ما ومجيب بزر، نحن مو جايين نشتغل. كأنه عم تقول جايين نتسلى. انا بدي شغل هون، شغل. أمير عم تشوف بنت عم تشتغل بكل طاقة وجهد. طب أخوك وينه؟ أكيد بيجي بعد شوي. المفروض قدامي قائمة من وكالة التوظيف، وينها؟ معقول أنا مجبورة أذكركم بهذا الموضوع كمان؟ وصلت دارين خانوم، جان بيك كان لازم يبعت الجواب اليوم. ها جان بيك وينه؟ إجيت ليكني إجيت. شفتي؟ قلت لك مستحيل. مرحبا يا شباب، موفق خير للجميع. صباح الخير جميع. صباح الخير. جان الله يسامحك، ليش تأخرت هيك؟ نحن ما فينا نشتغل شيء قبل ما ناخذ رأيك، شو وين كنت لهلا؟ طيب دارين اهدي، هيا أنا أجيت. خلينا نحكي شوي عن الشغل. مي بعتلك إيميل بظن في مشكلة موجودة بالألوان. رح شوفه. دارين شفت إيميلك اليوم، الأفكار رائعة كتير، بس مع هيك برأيي لازم تقارنوها مع نتائج شركة البحث. طيب يا شباب قبل ما نبلش الشغل لازم نجتمع، خلونا نحكي شوي بالشغل. صباح الخير. صباح النور، فيك شي؟ شو؟ لا أنا بخير، بس أنت صاير معك شي يعني؟ حبيبتي ريهام ما عم نفتح أحاديث اجتماعية هون، قلي لي شو مثل ما شغل هلا؟ أنا كتبت قصة مشان حملة السيد مكينين وخلصتها من شوي. هيك يعني. موجود النص بالكامل هون، بده تعديل بس رح خلصه أكيد، ما بده وقت. أوكي مبينة حلوة كتير، خلص منشوفها بعدين. شو مشان اختيار الألوان بشكل صحيح؟ المسؤولين عن الصور والتصميم خلصوا مهمتهم، ونحن بعتنا اللون الأساسي لماكينين وبعتنا المبررات بالإيميل وعم نستنى الجواب لحتى يوصل. ممتاز ممتاز، معناتها عم نستنى ماكينين نحن هلأ. شو وضع شركة البطاطا؟ هن زباين شركتنا، ما بدنا نخسرهم. ايه جان بيك، نحن أصلاً أول شي اشتغلنا مثل ما بدهم، ورح أبعت لك الشغل على غرفتك فورا. رائع، شكراً لكم. ايه يا شباب بظن شغلنا ماشي مثل ما خططنا تماماً وفي تطور، الكل على الشغل. عالشغل، بدي شوف شغل. أخي إجيت متأخر وبلشت الشغل بسرعة. إيه ما عاد بدنا نضيع وقت ونخسر يا أمير، لازم نخلص بسرعة ونشتغل بجهد أكتر من هيك. ما فهمت ليش العجلة؟ يعني فابري وألين خلونا نتأخر بشغلنا كتير، أصلاً نحن من دون شي متأخرين بشغلنا. بس نحن رجعنا شدينا. إيه بس ضل عنا شغلة مهمة. ألين. ألين؟ ما هي هلأ بالسجن أصلاً؟ إيه بس حبسة ما بينفعنا بشي يا أمير، لأنه أسهمنا لسه عندها. بس فكرت بطريقة مشان نرجعون. بشو فكرت؟ نحن رح نسحب الشكوى. ليش؟ خبر ألين إنه رح نسحب الشكوى وما رح تتعاقب، بشرط إنه ترجع الأسهم اللي أخدتهم. إيه فهمت، فكرة منيحة، بس عادي ألين تطلع بعد كل شي عملته؟ أمير أنا بيهمني رجع الوكالة مثل أول على وضع القديم وقت استلمتها من أبي بالماضي، فهمت علي؟ يعني بدي رجعها نظيفة بدون مشاكل وما فيها أي فيروسات، وهدفي الأكبر حقق هالمهمة، وهذا اللي أنا بدي إياه. ومشان ألين إذا كانت برات السجن هالشي أفضل إلنا، وحتى رح يكون عقابة أكبر، يعني بالنهاية بتكون خسرت وما حدا من السوق رح يشتغل معه. طيب رح أهتم بهالشي، لا تأكل هم. طيب مو معقول الغلاظة. ريهام شو عم تساوي؟
ما عاد حبه. أنا ولا شي واقفة، أنت شو عم تساوي؟ حالتك مو منيحة، متفاجئ من تصرفاتك، كيف قدرتي تلاقي حب وحولتيه لكراهية بعدين؟ عم تلومني شو ذنبي؟ كيف شو ذنبك؟ أنا ما قلت لك لا تروحي لعند فابري بيكري هام خانو؟ أنا عملت هيك مشان الشركة، عم تفهم؟ جان كان بالسجن وأنا ساويت هيك مشان يطلع. رسي، ما بخلي هالحب يضيع هيك، عم تفهمي؟ بدكن تكونوا مبسوطين، من حقي شوف نهاية سعيدة، بدي تضلوا مع بعضكن، وما بدي حدا تكون طاقته سلبية بهالوكالة، ما بدي شوفك ضايجة هيك مثل اليوم، عم تسمعوني؟ ضحكوا! جيجي شو صار لك أنت؟ ليش خليت الكل ينتبهوا علينا؟ هو ما عم يطلع بوشي، شو مانك شايفه؟ إيه معه حق، لأنك عم تطلعي مثل اللي قرفانة وبتضلي زعلانة ومهمومة على طول. مهمومة على طول؟ ما؟ مهمومة على طول. شو؟ شو أعمل لكان؟ كيف بدي أطلع فيه؟ يعني ما أطلع؟ أو أطلع بالسرقة، وإذا شافني بقول له آسفة طلعت عليك بالغلط. يعني معقول حضرتك تحط الحق على نظراتي؟ ما حتطلع فيه خلاص. طيب لكن لا تطلعي بلاها، مو ضروري. هو لا تطلعي بوش ما رح أهتم فيه. خلي بولين وجيداء ياخدوه. شو عم تقول أنت؟ هو مشغول هلأ لهيك مو فاضي يطلع فيك، عم تفهمي؟ الزلمة مهتم بشغله كتير لهيك بدك تتحملي شوي. يعني هو عنده الشغل بالأول وبعدين بيجي الحب. والله جاي أكيد. لكن شو؟ شو بدي ساوي لحتى يهتم فيني؟ بدك ترجعي لعقلك، وبدك تكوني ريهام الواثقة من نفسها، عم تفهمي علي؟ ما بحبك تكوني ضعيفة يا ريهام. رجعي ريهام اللي حبة جان، انت اللي وصلتي الزلمة لهالحالة هي. ضروري ترجعي ريهام اللي حبة جان لما شافها فورا، مو ريهام هلأ. مزبوط كلامك جيجي. تمام، ارجعي ارجعي ريهام القديمة اللي بتجذب جان، وخليه يحبك مثل الأول وأكتر. مزبوط كلامك، ولهيك هلأ لازم كون أنسة جذابة. لا تنسي تفكري بعقلك. أكيد رح كون كتير ذكية. تمام، لأنه جان بيحب ذكائي وبيعشقه. كان يحبه. ما في كان يحبه، ممنوع التشاؤم. لا تحكي بصيغة الماضي بنوب، هو بيحبك ولهلأ بيحبك، لهلأ بيحبك، ما بسمح الدمري هذا الحب. بحاجة تصرخ. أنا بدي روح هلأ. تمام؟ طيب. وأنت هدي حالك. أنا هادي. جان أنت فاضي شي؟ معلش نحكي بعدين؟ إيه بس أنا مستعجلة شوي، لأني غيرت شوي بالنص بعد ما ورجيتك يا بدي تشوفه قبل ما أبعته لماكينين، لأنه ناطر لحتى أبعته. ماشي، بما أنه شي متعلق بالشغل. طبعاً بالشغل، الشغل بأول القائمة، ما هيك ونحن عم نهتم بالشغل. طيب شو غيرتي بالنص؟ مثلاً عملت شعار مكان يجب أن لا تصل إليه بلون غامق. الشعار كان اجذب واترك أثراً وتحدى، بس هذا الشعار اللي قلتيه ما كان موجود. بس موجود هلأ، يعني أنا كتبت هون الشيء اللي بدك ياه ممكن يكون كتير قريب عليك ومو مضطر بعد لتلاقي، أو كمان يعني الهدف اللي بدنا نوصل له فينا نلاقيه بقلوبنا. كيف؟ قلت من شوي ما في داعي بعد، منوصل للهدف إذا سمعنا قلبنا. سلام، بعتذر منكن، يمكن عم تشتغلوا قاطعتكن. ما طيب رح شوف النص بوقت تاني. بس أنا ضروري خلصه هلأ. تفضلي عادي بولين. ما هي تفضلت ومشي الحال. انت فرجيتي هذا النص لدارين؟ لا، لأنه دارين مو فاضية لهيك شوفه انت. طيب معلش روحي خليها تشوفه، وبس تشوفه منحكي. بس ما معنا كتير وقت. خبري لوريس تبعت لي كاسة شاي. شكله متحسسة مو؟ ايه عادي، أنا بتحسس من غبار الطلع. كيفك جان؟ ايه قولوا لي يا صبايا، بولين ليش بعد عم تجي؟ اظن رجعت لجانبك بعد ما ترك هو وريهام. ايه مبيني، ما بدا سؤال. ويمكن يطلعوا برات البلد كمان. كتير سريع جانبك ما شاء الله عليه. ليك جان، انا ما بدي اضغط عليك واحرجك بهالموضوع، انا بدي شغلك يكون ماشي بسلاسة وباحسن طريقة. ما بقدر سافر يا بولين، لأنه الوكالة من فترة سيئة ومقرفة كتير، بدي اتفرغ لصلح كل شيء من أول وجديد وبأسرع وقت. اي طيب، أصلاً هن رح يشتغلوا حسب أوامرك، هيك بيكون الوضع ماشي مثل ما بدك وانت قدها. لازم تاخد القرار مشان تستغل الوقت، أصلاً انت صار لازمك راحة بعد كل هالضغوطات اللي مرقت عليك، لازم تفكر شوي بحالك جان. معك حق بصراحة، هي فكرة كتير منيحة، من زمان ما رحت على هالمكان. لازم أقعد لحالي مكان بعيد عن الشغل مشان ارتاح شوي. معك حق،
وبرأيي هيك. شو رأيك؟ عم فكر أعمل مثلك كمان، نروح مع بعض ونقضي سوا فترة، نغير جو ونقرر شو بدنا نعمل. لو سمحت فكر بس بحالك، أوكي جون؟ طيب رح فكر، شكرا. جان بيك وريهام يمكن تركوا بعض، أكيد رح يتركها، رح يرجع لحبه القديم، هيك بظن. لك أنا ما عاد قدراني أصبر، أنا بدي شق الورق وفش خلقي بكل شيء. أنت شو عم تعملي ريهام؟ يا خانم، هو الحملات اللي ما بدنا إياها، يعني القديمة عم نشق ورقة لأنه مو مهمة وراح وقتها، هيك أحسن، شو بدنا فيهم؟ بعدين فرامت الورقة معطلة ولهيك ريهام استلمت هالمهمة اليوم، هاي القصة مو أكتر. معقول عنا بالشركة بنت تستلم هيك مهمة؟ مو صح، هي البنت بتكتب نصوص. بكتب نصوص خانم من الفريق يعني. شو هالحكي؟ من وين لوين هي بتكتب نصوص؟ ايه ريهام اكتبي شي نص وفرجيها وانا بكمل شق الوراق. ايه بفضل اكتب نص احسن. عفوا. فضل. غريب كيف ماشي الشغل بهالشركة، ما حدا فهمان شغله ولا منصبه الوظيفي. لحظة واحدة يا خانو، قلتي شو كل هالفوضى؟ ما مين انت لحتى تتدخلي بشغلنا هون؟ انت اشتغلتي بحياتك شيء؟ رحتي وتركتي ولدين صغار كانوا بحاجه الك، وهلا اجيتي وسيطرتي على شركه هي مو الك؟ قليل راحت وانت اجيتي، كرهت الاشكال اللي بتشبهك، انا بسبب حضرتك كرهت النسوان الطوال كره العمى، بتشبهي الافاعي، انت وحده مزيفه وبشعه كثير، المكياج مغيرك وما بنعرف وشك على حقيقته ابدا. ما رح خليكي توقفي بوش هالحب وتفرقيهم، ما بسمح لك ابدا. حطي عينك بعيني، عم تسمعيني؟ وما بتراعي شعور حدا فوقه، بتنظري لي بكل شفقة، ولما بنظر لك نظرة أم بتهتمي وبتتجاهليني، مو هيك؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ روح على شغلك. طيب ماشي أمي. عم بيقول أمي كوني مثلي مروقة على طول، ما بتنحل المشاكل إلا بهالطريقة. قلت لها أمي مو؟ أخ شو كنت حابة نتفلى شعرها وخزق لها تيابها. أنا قلت لك من شوي رؤي، شو رأيك تسمعي كلمتي؟ لك حوش تحكي، بيكفي بقى، خلاص اسكت. جان؟ عندي إلك خبر حلو كتير، من شوي حكيت مع محامي ألين ووافقوا يرجعوا الأسهم. إيه ممتاز، الله يعطيك العافية. تمام، لكن خلينا نبلش بالإجراءات إذا فاضي. أمير إذا وكلتك أنت تزبط كل هاي القصص بيمشي الحال يا ترى؟ وليش؟ أنا حابب أخذ إجازة وارتاح شوي. طيب وإدارة الشركة؟ فترة قصيرة مو أكتر، يومين كحد أقصى، بدي ارتاح شوي وجمع أفكاري، أنا بحاجة إجازة عن جد. فهمت، بس وين رح تروح؟ مرة صورنا بأقوى في فندق صغير ظريف هنيك، تذكرته؟ ايه مكان حلو ورايق وبيريح النفسية كمان، معناتها مو مشكلة روح لهنيك إذا بيفيدك هالشي. شو مشان بولين؟ صراحة عرض بولين مغري كتير. ليك هذا قرار مصيري، مو سهل تترك كل شي وراك وتروح، فكرت منيح؟ بعرف بعرف، مشان هيك بدي نقاها، بدي أقعد شوي مع حالي وفكر بالموضوع. مين ولوين بده يروح؟ أخي بده يسافر كم يوم نقاها ماما. عن جد كتير حلوة الفكرة، انت فعلا بحاجة لإجازة لترتاح، لوين بدك تروح؟ ما بعرف لسه، ما قررت. عن إذنك بدي أشوف دارين. وأنا قايم عندي شوية شغل. ايه تمام تمام، روحوا شوفوا شغلكم. فكرة حلوة كتير يا جان، رح تفيدك هاي العطلة. ألو، مرحبا، كيفك؟ ليلى نادي ريهام وتعالوا، لا تخلوا حدا ينتبه. ايه تمام حبيبتي بولين، جان بده ياخد نقاها، مو بس هيك هو كمان رايح لحاله، هي انا خبرتك. ايه وين رح يروح يا ترى؟ على اي فندق؟ مع الاسف هذا الشيء ما عرفته، اول ما اعرف رح خبرك فورا. اوكي تمام ماشي حبيبتي نورا، ناطرة منك خبر لك. إيه ماشي حبيبتي. خير أمير بيك؟ شوفي لحتى ما بدك حدا يشوفني. سكري الباب وراكي وتعي. يلا يلا رح سكره.
ناديتي لريهام؟ قلت لها ليكا وراي. ايه منيح. اخي قرر انه يسافر. عن جد؟ رؤي ما في شي، بس يومين ليرتاح. نقاها يعني. ايه منيح كتير. مسافر لحاله؟ ايه لحاله، قال بده يفكر بعرض بولين، مشان هيك بده يقعد مع حاله شوي. ايه معناتها بده يفكر بالعرض. منيح لك، بس هيك ريهام رح تزعل. ليكي عقله مشوش وما أخذ قرار، وعندي حل بس ما بعرف إذا منيح. ريهام بتلحقه لهنيك وهيك بضلوا لحاله. بالعكس فكرة حلوة كتير، بس كيف بده يصير هيك؟ أنت اقنعية لريهام. تمام، شغلة ريهام سهلة، ومنقول لأهلي إنها سافرت بشغل أو هيك شي ومندبرها. خير شوفي شو صار. ريهام حبيبتي تعالي شوي. عادي قولي في شي. جانبيك بده يسافر. ليلى كيف يعني بده يروح ويسافر بهالسرعة؟ ريهام اهدي شوي. ايه مسافر سفرة نقاها، يعني شغلة كم يوم مو أكتر. آسفة مو بقصدي. لا ولا يهمك. تمام آسفة أمير بيك، بس إذا كان مسافر برا المدينة معناتها خلاص ما في مشكلة، يعني عادي. وانتي مسافرة؟ أنا مسافرة؟ ورا بدي روح؟ شو المناسبة يعني لحتى روح ورا؟ ضروري يكون في مناسبة، هاي فرصة حلوة وإجت لعندك، ومشان أمي وأبي أنا بتصرف. نحجز لك غرفة جنبه مشان تكونوا لحالكم، وهيك بنعمل له إياها مفاجأة، شو رأيك؟ لا ما فيني، أنا مو رايحة لهنيك، ما بدي روح، ما بدي. لكي علينا، شو يعني ما بدك تروحي ريهام؟ هاي الفرصة ما بتتفوت، ومنه بتتفهموا، ليش لا؟ جان ما بده يحكي معي أختي، بده يحكي مع بولين، بس معي لا، طالعني من المكتب لما فاتت، بيلزقوا ببعضهم هيك لما يحكوا مشان ما يسمعوني. لا تبالغي ريهام، فكري بالموضوع لأنه هي فرصة ما بتتفوت. هنن كمان ما بيفوتوا فرصة ليكونوا مع بعضهم، جان بيعمل حركات مو طبيعية رغم إنه بيعرف إنه هذا الشيء بيضايقني، أنا ما رح ألحقه لو شو ما صار، مو مضطرة ألحقه أبداً. يا ريهام اسمعيني. ما بدي، ما رح روح. ريهام حبيبتي استني. نعم. فرصة مثل هي. إيه بدي أشتغل، رح أجهز الملفات أمير بيك، رح أجيبهم لعندك. يا إلهي، أنا ما شفت أتنح من هالبنت، قديش راسها يابس. خلص مو مشكلة، رح نلاقي طريقة نجمعهم مع بعض. تمام؟ تمام. لروح وفكر شو رح نعمل أمير بيك. ايه منيح. من ليلى حال. عثمان أهلا وسهلا. أهلا فيكي، كنت مارق من هون قلت بشوفك. ايه خير ما عملت. تعال لكان لنروح نقعد. تمام تعال. كنت مارق من هون قلت بشوفك، كأنه فتحوا طريق بهالشركة. فطاير بالخضار. ما بيزبط، بدي هاليوم يترخ، لازم يكون في شي دسم. شي دسم؟ شو في شي دسم؟ لحظة، لقيتها، ساوي محاشي باذنجان. لوريس أنا ما بدي، هي أكلة عادية، بدي شي مميز، اقترحي شي غيرها. طيب شي مميز، أرنبيط بيعمل غازات. طيب ساوي فاصوليا وجنب رز أبيض بتطلع طيبة. وهي كمان بتعمل غازات، شو عم يصير معك لوريس؟ ما بتزبط، عم قلك أكلات رومانسية، شو رأيك أعطيها مخلل تاكله وحط لها بصل جنبه؟ أنا شو بيعرفني ليش الأكلات الرومانسية بيأكلوها بالبيت؟ طبعاً عنا بالبلد كله بيأكل أكل رومانسي. عن جد عم تحكي؟ ليش من وين أنت جيجي؟ هذا مو موضوعنا هلأ لوريس، أنت ولا مرة بحياتك ارتبطتي بحدا، يعني ما كان عندك حدا بيفكر فيكي أو بيعمل لك أكل، ما حدا حبك أبداً يا لوريس. اسكت جيجي الله يسامحك. إيه أنا ما حدا حبني ولا ارتبطت بحدا، وبحياتي ما حدا عمل لي أكلات رومانسية. منيح هيك إن شاء الله تكون مبسوط هلأ. لوريس استني، أنا آسف ما كان بقصدي أجرحك، لا تواخذيني. استني بعتذر منك. ممكن أسألك سؤال بس؟ إيه أوكي. بتعرفي كيف بيعملوا السمك بالفرن؟ إذا ممكن تعطيني الوصفة. بعرف. طيب نقليني لشوف. طيب أول شي بتروح لعند بياع السمك. عن جد؟ بروح لعند بياع السمك؟ فكرت بدي روح أشتري من عند. والله هيك صار يا جيجي، ريهام طلعت من الصبح وراحت، ما بعرف يمكن تكون هلأ وصلت. يعني لحقت جانبيك ما هيك؟ بس ليك هذا موضوع سري، اتفقنا؟ الكل بيعرفوا انه ريهام مرضانة، انت اوعك تخبر حدا، وخاصة هي نورة خانم، لا تخليها تعرف انهم راحوا على نفس الفندق. لشو حكيتي؟ انت هلأ حكيتي لي كل شيء، اعطيتيني اسم الفندق حتى، ليش عم تقولي لي هاي المعلومات روق كلها؟ روق شو صار لك؟ روق هلأ صار في كتير معلومات، في كتير أسرار براسي هلأ، كيف بدي ضل مخبيهم؟ إيه؟ انت ما عادت غريب هلأ، معقول ما خبرك؟ ايه صح انا ماني غريب. الموضوع بيناتنا ماشي، بس بيناتنا سري كتير. وكمان سري كتير؟ ما لازم أي حدا يعرف بشي لأنه سري كتير. ما يي هاي رسالة منها. شو بعتها؟ تفرجيني، ما بيصير اطلع لحالي، خليني شو. فيك تشوف إذا كان طبعاً بدي أخدته. شو قالت؟ وصلت على الفندق هلأ. وصلت على الفندق؟ وصلت. أنا وصلت ليلى وشفت جان والأمور منيحة، لا ينشغل بالك. يي ألف الحمد لله. كتير منيح يا رب. صار عندي كتير معلومات هلأ، أنا ما كان لازم أعرف هذا السر. جيجي كتير سري. ليك الموضوع بيناتنا. إيه بيناتنا وأصحك. الموضوع بيناتنا وأصحك. إيه هذا أصحك. موضوع سري يا جيجي. أكيد. هذا موضوع كتير سري، موضوع الفندق كتير سري. ها كتير سري. لك حاسس كأنه في سمع منتشر بجسمي هلأ، خلاص أنا عم أتسمم عن جد.
بس بس جيجي خليك ساكت، لازم شتت أفكاري بشي تاني، رح أشتغل. إيه وهي الشغل لازم انتبه إذا حدا حاكاني. جيجي صباح الخير. صباح الخير. اللي شو قاعد عم تحكي بينك وبين حالك؟ عم حاول إني حفز حالي شوي على الشغل لوريس، يعني جيجي فيك تعملها. بس كنت عم تقول شغلات تانية، اللي شو كنت عم تحكي؟ لوريس ما في شي تاني، أنت عندك هواية توتري العالم بأسئلتك مثلاً. أنت بين الميزانية العامة مو سيئة، بس كمان هون في مصاريف المطبعة كأنه ارتفعت كتير. عادي نورا خانم، لما ترتفع أسعار كل المواد طبيعي مصاريف الطباعة ترتفع معهم. برأيي لازم نعمل تقييد للميزانية مشان نقدر نسكر الثغرات اللي فيها. أهل التقييد مو؟ مزبوط كلامك، شو نساوي؟ ميسم لو سمحتي ممكن تجي، المفروض نلاقي شي طريقة. إيه دارين خانم؟ أهل التقييد للميزانية، بتعرفي شو معناته هالحكي؟ يعني رح يبلش الطرد فعلاً. رح يقلعونا، هلأ ممكن يقلعوكي أنتي كمان. إيه ممكن. شو عم تخبز جيجي؟ طول بالك، أكيد لسه ما وصلنا لهون. شكلنا وصلنا لهون، وليكي أنا أصلاً انتقلت على بيت جديد هلأ، ما رح يقلعوني. قلعوها إلها، انقلعي لوريس، يلا أنقذيني. جيجي نزل إيدك اسكوت. بس جيجي لو سمحت لا توترني أكتر من هيك، اسكوت خلص اسكوت. تمام تمام خلص، انسي القصة. ماشي لكان، بدي تبعتي لي مستند مفصل من شان هي، متفقين؟ تمام تمام يا خانم، ما يسمتاي معي المكتب. أوكي. لا عن جد عم بتنسقوا هدول اللونين مع بعض؟ كنتوا استعملوا درجة أفتح شوي. أكيد أمي معها حق، لو سمحتوا انتبهوا يا جماعة. تمام إيه مثل ما قالت. لك أنا ما بيصير، اسكت شوي. يعني الموبايل بدهم يعملوا تقييد للميزانية، انتبه على حالك. ألو حبيبتي بولين، كيفك؟ وصلتي على الفندق؟ وصلت نورة خانم، بس جان ما أنه موجود بهالفندق اللي عطيتيني اسمه. شلون؟ كيف يعني أنت متأكدة؟ متأكدة، وحتى شفت سجلات أسماء النزلاء وفتلت بالفندق، بس جان مو هون. حبيبتي على ما يبدو صار سوء تفاهم، يمكن جان مخبي عن الكل المكان اللي رايح عليه. أي يمكن. أي خلص أنا شميت شوية هوا هون، راجع على اسطنبول لكان مشان تعرفي نورة خانم. استني شوي، لا ترجعي لهون، قضي شوية وقت بالفندق اللي أنت فيه، وأنا رح لاقي طريقة لأعرف وين جان وبرجع بتصل فيكي فورا. إيه يا روحي. تمام ناطرة اتصالك. ما عرفت شو بدها تلبس، فأخذت كل تياب الدنيا معها. وحزير شو حجتها؟ قال لازم تكون مجهزة حالة مشان كل أشكال الطقس، يعني حتى لو بتسكر كل الطرقات هنيك وبيضلوا أسبوع عالقانين، في عندها تياب بيكفوها وزيادة أمير بيك. إيه وأمي هلأ مو عارفانة شو بدها تعمل، لا تعرف وين راح جان. وانت خبرتها؟ معقولة؟ معقولة خبرها لأمي؟ أخي راح ليرتاح، أمي آخر حدا ممكن خبره. إيه معك حق. آسفة ما بعرف ليش انفعلت لما سمعت بسيرة أمك. لا عادي، أمي بتعرف منيح كيف تزعجي اللي حواليها. أول شي سألت جان وما جاوبها، فسألتني ودليت على غير مكان، قام اتصلت ببولين. إيه مو غريبة، هي دائما هيك. لا مو غريبة، أمي هيك على طول. وريهام شو ساوت؟ صار شي مشكلة مشان العيلة؟ بابا وماما مشغولين شوي هالفترة وعندهم ضغط شغل، لهيك ما نحكى كتير بالموضوع. أمي سألتني ليش ما رحتي أنتي، قلت لها المحاسبة شو رح تعمل بالتصوير، وتسكرت القصة. أنت بنت رائعة. وأنت كمان. يعني فكرتك كتير حلوة، لحد هلأ ماشي الموضوع منيح. بتمنى. إيه يعني رجعنا فريق مثل قبل. أمير خير أمي. هات جان ما راح على المكان اللي قلت لي عليه. كيف يعني؟ حجز قدامي بالفندق. إيه لكان ليش ما راح؟ ما بعرف أمي، يمكن ما بده يقول لحدا. يا الله لك لوين راح هاد الولد؟ أمي ممكن تروقي، ما عاد ولد صغير، ما راح يصير له شيء. مو معقول، يعني حتى القصص العائلية ما ضل مكان لنحكي فيها براحتنا، حتى بالمكتب ما في شيء اسمه خصوصية. نعمة بعي. بعتذر ليلى، أمي أبداً ما بتعرف تتصرف بهيك مواقف. إذا ما في شي تاني خليني أرجع على شغلي أمير بيك، ومشان اللي عملته شكراً لإلك. إيه وبعدين مليتوا، أنا عم ضبضب أغراض ورا الكل، كل واحد بيترك على مكتبه كذا كاسة، رح صير وزع كاسة واحدة بس منشان ما تتكرر القصة، واللي بيضيع كاسة ما له واحدة تاني. جميل جملو، لك شو أخبارك؟ تعال أقلك، هتلك بوسة. موزو شو عم تعمل هون؟ كيف يعني شو عم اعمل هون؟ ليش هلأ هي مو شركة إعلانات؟ وأنا عم دور على أفكار إبداعية تكون بتجنن وحملات هاتفة لحتى أرفع معدل البيع عندي، نسيت؟ أنا هلأ أعتبر تاجر، شو ما بيحق اللي إجي أعمل إعلانات؟ هي ضروريات الشغل مثلي مثل أي تاجر. مو قلت لك رح حل القصة، ليش إجيت على الوكالة؟
وين الأوفيس بوي؟ جيجي وينك أنت؟ يلا أمشي لهنيك، روح يلا. هاي هي الغرفة قهوة عادية. خلصني. نعم. أوفيس بوي؟ أمي. ابني جان مو رح منشان يرتاح؟ وين راح؟ ما بعرف. ليش عم تسأليني عن الموضوع؟ من وين بدي أعرف؟ أنا ما بعرف. لأنه أنا حاسستك مثل الصندوق الأسود بالشركة عنا، أكيد بتعرف وينه. المعلومات شغلة مهمة ومقدسة، لازم الإنسان يهتم بالعلم. فعلياً لازم نعطي العلم أهميته الحقيقية لحتى ننجح. الصندوق الأسود لونه أحمر مو أسود، غير لون يعني. لما شفتك لابسة اللون الأحمر تذكرته. بالنهاية هي معلومة كتير مهمة. يعني؟ أنا قصدي جملو يا جملو، ما في حدا جوا. والله مليت أنا وقاعد لحالي، بس قدرت فكر جوا بكل رواق. شو هذا الباب لحاله بيتسكر؟ خلينا نروح ونخلص شغلنا يا ابني، لك تأخر الوقت. هذا الشغل شو هالإهمال هذا؟ عم قلك عنا شغل. سكتت. مين بيكون الأخ يا ترى؟ كأني شايفته من قبل. أهلين. يي عن جد بعرفها. أنا حاسس حالي شايفك من قبل يا خانم، متذكرك منيح. بس وين يا ربي؟ أنا وين اجيتي على الحارة تبعنا وتعطلت سيارتك هنيك. كان في فرو على القبة وقتها، طلبتي مياه غازية لأنك عطشانة وطلبتي شغلات كتير كتير غريبة. وبعدين الصحة تبع القطة. تمام خلص اتذكرت. ايه وشو عم تعمل هون بالشركة؟ الحق معك، فعلا هي صدفة عجيبة. التجارة تبعي هلأ صار فيها تحول جديد، وبتعرف التجارة ما بتزبط لحالها إذا ما كان في إعلانات لتدعمها. وجميل بيك قال لي إنه بشركتكم عندكم خبرات كبيرة بالإعلانات ودلني عليكم، ومشان هيك شو سويت؟ خصصت 5/4 ميزانيتي لفوت وأعمل إعلانات. فعلاً. مظفر بيك هو زبوننا الجديد. نهانا خانم. إيه صح. لا تواخذني مظفر بيك، خليتك تستنى. أستغفر الله، شو هالحكي هذا أخي جميل بيك؟ معقول تحكي هالحكي ها؟ نانا خانو أنا بستأذن. مظفر بيك فضل. جميل بيك. نانا خانو. نانا خانو شو هالاسم؟ لك شو بدك بهالقصة؟ ليش طلعت؟ أنا قلت لك خليك قاعد جوا، بس ليك على فكرة طلعت بالوقت المناسب أنقذ. طيب يا جملو، بس خلينا نحل موضوع الإعلانات ويعملونا بوسترات صريفة. ومشان الشعار أنا بدي يكون شعار صغير، مو مشكلة. أنا رضيان يا أخي، بس خلينا نخلص موضوع الإعلانات مشان نروح. موزو اسمعني، هي الشركة تقيلة، يعني يمكن يكون السعر ما بيناسبك. انت هيك عم تقلل من قيمتي بهالحكي هذا تبعك. نحن اصحابين محل، مو ناس قاعدين بالشارع. خصصت ميزانيه مشان هالموضوع، وحتى جزء من ميزانيتي 213 ليره. اسمع لك موزو، رح اعمل لك على اللابتوب هلا التصميم، وانت بتروح بتطبعه بهال 213 ليره اللي معك. شو قلت؟ الطباعه. ايه وافقت، خلص الطباعه علي. تمام. جيجي. موزو اهلين فيك. لوريز خانو اهلين فيكي. كان في عنا شغل مشان إعلان صغير، فقلت لحالي بيجي لعندكن على الشركة. عن جد كتير حلو فخم هذا المكان، بس أنا برأيي يلي مخلي المكان يكون أحلى هنن الناس الحلوين اللي موجودين هون جواته. إيه بتشوفه حلو بس بيحرق أعصابك. إيه صح، هلأ بلش يحرق لي أعصابي. شوفي كيف عرقت من هالنار يلي بالشركة، عم حس بإحساس غريب. كلنا عم نحس هيك وعم نجي ونروح كل يوم مشان ما نتقلع من هون. مو مشكلة، مو مشكلة يا خانم، كله خير، قولي الحمد لله. طيب. موزو فتح محل شراكة مع أمّا لريهان بالحارة عندهم منشان منتجات عضوية، ونحن رح نستلم له الشغل مثل البوسترات وهيك شي، يعني نشرة الأسعار وهالقصص. فمنشان هيك وين ريهان؟ بركي بتقدر تساعده. أنا عندي حل، أنا بساعدك. طيب أنت تساعديني؟ والله خجلان منك كتير لأنه رح أعزبك. خلينا نلتقي ببيت جيجي ونحكي عن مشروعي، وتعالي بلا أكل لأنه عامل مسقعة بتجنن. موافقة. تمام خلص. طيب لكن اتفقنا يا خانم، مع احترامي وحبي إليك. وقف هات المج. شو هالصوت؟ حسيت حالي ببطولة أمم أوروبا بالإذن. عن جد مو طبيعي أنت. لوريس وين كنتي مختفية؟ كنتي بالأرشيف؟ إيه مو شايف شو في بإيدي. شو عم تساوي؟ شو هالفوضى هاي؟ عملكن الزباين جايين، مين عم حاكي هون يا ترى؟ أنا ماني مربية عندكن لحتى أقعد ضبضب الكركبة وراكن بالشركة، لا تواخذوني يعني. دارين طولي بالك أمير، بس هلأ جايين الزباين و... أيه فهمانتا. مشي الحال، هاي إجوا، ما في ولا ورقة جاهزة لهلأ. أهلا وسهلا. مرحبا دارين خالي. مرحبا. كيفك؟ بخير. أهلا وسهلا نورتوا. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا أمير بيك. جان بيك مو هون ما؟ مو موجود، أنا رح نوب عنه اليوم. وهي ليلى خانم من القسم المالي بشركتنا. أهلين. أهلا وسهلا. شكرا، تشرفت بمعرفتك. تفضلوا خلونا نفوت على الاجتماع. تفضلوا. عفوا الممثل اللي رح يطلع بالإعلان جاي هلا، منقدر نستنى؟ ايه نحن حكينا معكم امبارح بالموضوع. ها حيوصل. اجينا على الوقت. مرحبا. اهلا.
مرحبا. أهلا وسهلا عثمان. حياتي بعتذر، صار الموضوع فجأة وما خبرتك. بعرفك، مدير أعمالي علي، خطيبتي ليلى. مرحبا. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا. ما رح خبي عليكم اللي صار، فاجأني شوي بصراحة، لأني فكرت رح نشتغل مع ممثل تاني بالإعلانات تبعكم. أنا فهمانة غلط ولا ما وصلني خبر بالتغيير اللي صار يا ترى؟ لا، هو كنا حاطين ممثل غيره، بس مجلس الإدارة قرر بآخر دقيقة يشتغل مع عثمان بيك، مشان هيك اتصلنا فيه. إذا متذكرة حضرتك، عثمان بيك مثل معنا بإعلان من قبل ونجح بشكل كبير، ولهيك دعيناه مع مدير أعماله يحضروا هذا الاجتماع معنا. مدير أعمال، شيء عظيم. تفضل. إيه؟ بتحبوا نفوت على الاجتماع؟ تفضل. تفضل. لك يلا شبك هدية بقى. هاي هي الورقة اللي بدك إياها. أوفيس باي. أمي. أهلين أمي. يا أمي، هاي المرة أنا قلت هالكلمة بس من الرعبة، يعني لأنه خفت قلت يا أمي. بعتذر نانا خانم، أنا بالعادة بكون الآن هاي الحالة دائمة، وكمان كنت مركز بالشغل. خير، شو بدك مني؟ تعرف لي جان وينه؟ جان بيك رح لحتى يرتاح بعد المشاكل اللي صارت هون. وينه أمير؟ بالاجتماع. ليلى؟ بالاجتماع. دارين؟ بالاجتماع. ريهام؟ بالاجتماع. لا، بأقوى. وجان؟ بأقوى. غلطت. لا، ماله هنيك. رفقاتي اللي راحوا على أقوى، ما بعرف كيف خربطت. طيب بأي فندق نازلين بأقوى؟ ما بعرف، أنا ما حدا قال لي. لا بتعرف، بتعرف أكيد ريهام بتكون خبرتك. ما بعرف نانا خانوم، لو كنت بعرف بخبرك فورا، ليش لحتى خبي عليكي؟ ماشي. طيب صرت بقدر حافظ على السر. لك خدعتها للخانوم. الزكي جيجي. يا بتكتب لي على هاي الورقة اسم الفندق، يا أما استقالتك، والقرار إلك. أمي، أنا منتقل على بيت جديد، معقول تقلعيني؟ بتقبلي واحد مثل أولادك يعيش بالشوارع؟ معك خمس ثواني. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. ممتاز. وهلأ ما رح تخبر حدا إنك عطيتني اسم الفندق. اللي صار بيننا سر. سر؟ لعدة تقلوا لي أسرار بقى، سر كمان؟ إيه أنا ناقصني؟ ألو، كيفك بولين؟ عرفت جان بأي فندق؟ ليكي لا تطلعي لهنيك بهذا الوقت، بكرة الصبح تطلعي على مهلك وبتوصلي بكير لهنيك، اتفقنا؟ هلأ ببعتلك العنوان. إيه حبيبتي، تمام. شو ساويت يا جيجي؟ الله يسامحك. شو أعمل؟ هددتني ريهام. ليش بتخبريني أسرار على طول؟ كم مرة قلت لك لا تقلي لي أسرار؟ على القليلة ما تخبريني باسم الأوتيل. لازم خبر ريهام فورا، هلأ لازم خبر ريهام. بس هيك كمان صرنا أنا خانم بكون قلته ورح تقلعني من الشغل. شو أعمل إذا تقلعت بضل بلا شغل وما معي مصاري ورح جوع وما معي ولا ليرة أكل؟ شو أعمل؟ شو تعمل يا جيجي؟ آخ يا جيجي، ليش ريهام خبرتني بالسر تبعها؟ جيجي رجعت مرة تانية تحكي مع حالك؟ خير، شوفي يلا صرت جاهزة، خلينا نمشي على أقوى. ليش يعني؟ مين في بأقوى؟ أقوى نصيحة، إذا تعبتي من عجقة المدينة وحابة تغيري جو شوي بتروحي لهنيك، طبيعتها بتجنن. أقوى وبيوتها الحلوة اللي من طابق واحد. أقوى المكان المثالي. جيجي، نحنا متفقنا مع موزو نروح نشوفه سوا مشان الإعلان، متذكر؟ متذكر. إيه امشي يلا تعا. تمام مزبوط. يلا لكان رح أضب أغراضي وإجي. طيب أوكي. وفيق السعلوبة تجي معي. يلا لكان فيق أو جيبها معك. تمام يلا ضبضب بسرعة وأنا رح أستناك. سعلوبة؟ يلا فيقي. سعلوبة؟ سعلوبة؟ ما عم تطلع ولا صوت، بس ما تكون مرضانة. تعالي بدنا نروح. اتفقنا. بناء على الاجتماع رح ننهي الإعلام بالتوقيت يلي خططنا له تماما. أكيد، وما في أي مشكلة من ناحيتنا، الشغل حيمشي. ممتاز، كل الأمور ماشية بشكل منيح وما ضل أي شيء لنحكي فيه. خلينا نمشي، وأنتوا فيكن تحكوا مع عثمان بيك ومدير أعماله بالتفاصيل اللي بتخصكم. شكرا لإلك أمير بيك. نورتوا الشركة. بلغ سلامي لجان بيك. إيه أكيد طبعا، خاطركن. أهلا وسهلا فيك. شكرا. بالإذن، بالورق اللي قدامكن في المبلغ يلي رح يتقاضى عثمان بيك لحتى يمثل هذا الإعلان مشان الحملة، وطبعا مشان الفيلم الإعلاني لما نبلش بالتصوير منحكي وقتها عن عرض الإعلانات اللي رح تنفذه الشركة وحفلات الإطلاق والبرامج التلفزيونية اللي رح تصير وكل الإذاعات كمان. ممتاز كتير اللي عم تقوله، فكرتوا بالموضوع بشكل كامل وواضح، كل شيء جاهز من ناحيتكن. بس كأنه في شغلة ما فكرتوا فيها منيح،
عثمان بيك مشتغل معنا بالشركة من قبل. أول شغل لإلك عثمان كان معنا بالشركة، ما هيك؟ وبهالحالة هي بيكون معناتها البند الأول بالعقد. إيه مزبوط حكيك، بس عثمان بيك بوقتها ما كان مشهور لسه، أما هلأ فهو نجم أهم مسلسل بهذا البلد. إيه بس نحن بالعادة ما بنشتغل مع الناس المشهورين، طبيعة النجوم ما بتناسبنا بالشغل. على فكرة أنا في عندي ضغط شغل كبير بموقع التصوير، يعني بصراحة مو مضطر للشغل معكم، صح علي؟ بس نحن نحن مو حابين إنه توصل الأمور لخلاف بيناتنا، أكيد رح نوصل لاتفاق، ما هيك؟ ولا تنسى أمير الزبون طالب عثمان وبده إياه يمثل الإعلان. أظن عثمان بيك موجود هون لأنه زبونكم هو يلي طلبه. أكيد تمام، رح يمثل معنا بأربع إعلانات. اثنين ثلاثة، ما منقبل غير هيك، ولا يهمك الإعلانات رح يتصوروا كلهم بوقت واحد، فما رح يكون في مشكلة بالمواعيد الخاصة فيكن وما رح يتعطل تصوير المسلسل. اتفقنا لكان. ممتاز.